بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة سولو اس في تي، وكذلك في الصفحة ديالنا على الفيسبوك nslbr.svt. اليوم غادي نشوفوا الفيديو الاخير في الفصل الاول من الوحدة الثانية ديال لا برودكسيون دو لا ماتيير اورغانيك اي لو فلو دينيرجي. اذا من بعد ما تكلمنا على يعني les milieux hypotoniques, les milieux hypertoniques, le passage de l'eau des vaisseaux, bien des sols vers les poils absorbants, puis vers les conducteurs, ou bien les vaisseaux conducteurs, et par la suite l'ascendance de l'eau vers les feuilles et aussi l'ascendance de la matière minérale. يعني كيفاش كيدوز الماء من التربه وكيطلع لعند الاوراق، شنو هما لو ميكانيزم انسي دو سويت. دابا في هاد لا فيديو غادي نشوفو لي ستريكتور سيلولير انترفونون دون لابسوربسيون دو اي لي سيل مينيرو، يعني البنيات الخلويه التي تتدخل في يعني امتصاص الماء والاملاح المعدنيه. شي لي فيجيتو كلوروفيل، يعني عند النباتات الليختوريه دائما. اذا البنيات الخلويه كنا هضرنا على لي بوال ابسوربون كوم سيلول، ولكن ما كاينش غير لي بوال ابسوربون. هذوك لي بوال ابسوربون يعني شفنا لي تراستركتور ديالهم، دونك كاين قبل ما يوصل لما لافاكيول، يعني عندنا لا مومبران بلازميك، عندنا الباغوا بيكتوسيلولوزيك انسي دو سويت. اذا هنا l'eau, il va traverser la paroi et par la suite, il va traverser la membrane. Donc, هادو هما لي ستريكتور سيلولير، يعني نشوفوا البنيه الخلويه، البنيه الخلويه التي تتدخل في يعني امتصاص الماء والاملاح المعدنيه. دونك كون انتروداكسيون لانتيريور اي ليكستيريور دو لا سيلول سون دي ميليو اون غراند بارتي فورمي دو، يعني الخارج والداخل ديال الخليه هما عباره عن اوساط تتكون اساسا من الماء. لا مومبران سيلولير يعني الغشاء الخلوي او الغشاء ديال الخليه ريبريزونت لانترفاس دي شونج، يعني هو الحد الذي يتم على مستواه التبادل ما بين الخارج والداخل ديال الخليه. اذا الماء او المواد باش يدوزوا من الخارج الى داخل الخليه او لا من داخل الى خارج الخليه لابد ما يترافيرسيو، يعني يقطعوا، يعني يجتازوا، يعني يخترقوا لا مومبران سيلولير، يعني يدوزوا من الغشاء السيتوبلازمي. دونك لا مومبران سيلولير ولا الغشاء السيتوبلازمي ريبريزونت لانترفاس ديشونج، يعني هو واحد الفضاء ديال التبادل. شنو غتبادلوا؟ الماء والاملاح المعدنيه اونتر كوا اي كوا اونتر لو ميليو انتراسيلولير، يعني الوسط الداخلي اللي هو الخليه اللي هو الفجوه، اي لو ميليو اكستراسيلولير يعني برا ديال الخليه او لا ما يوجد خارج الخليه. ال بيرمي ا لا سيلول ديشونجي لو اي لي سيل مينيرو، يعني كيسمح للخليه باش تبادل الماء والاملاح المعدنيه بور مانتينيغ ليكيليبر اوسموتيك دي سيلول فيجيتو، يعني باش نحافظوا على التوازن الاوسموزي او التوازن ديال الضغط ديال الخليه مع الوسط الخارجي. اذا كون كيستيون كون دو بوزي، كومون لا مومبران بلازميك est-il organisé pour assurer les échanges cellulaires؟ يعني كيفاش كيتنظم الغشاء السيتوبلازمي باش يامن لينا التبادلات الخلويه؟ ainsi que la deuxième question quelles sont les structures responsables de ces échanges، يعني شنو هما البنيات الخلويه المسؤوله عن هذا التبادل. دونك اولا صغيره غادي نشوفوا لا ستركتور اي لالترا ستركتور، يعني البنيه وفوق بنيه، يعني التفاصيل ديال التفاصيل ديال لا مومبران سيتوبلازميك اي لا باغوا سكوليتيك، يعني غادي نشوفوا البنيات وفوق بنيه الغشاء الخلوي والجدار الهيكلي. دونك هنا قلنا ان من المميزات ديال الخليه النباتيه انها بالاضافه الى لا مومبران سيتوبلازميك الغشاء الخلوي كتوفر على واحد الباغوا سكوليتيك، واحد الجدار هيكلي اللي كيعطي هذاك الشكل الهندسي. دونك ان او بيان بيتيتا ستركتور اي الترا ستركتور
دو لا مومبران سيتوبلازميك. يعني اولا غنهضروا على لا مومبران سيتوبلازميك وعاد ف ف ف ف ف ف من بعد يعني في واحد جوج غنهضروا على لا باروا سكوليتيك. دونك دابا غادي ناتاكيو لا مومبران سيتوبلازميك ونشوفوا شنو يعني المعلومات اللي نقدروا نخرجوا عليه. الوغ اون 1917 Langmuir formule l'hypothèse selon laquelle les lipides de la membrane plasmique forment une monocouche sur l'eau en s'orientant verticalement. Yani, Head Langmuir dar واحد l'hypothèse en 1917. Chnou kiqoul had l'hypothèse anna les lipides de la membrane plasmique, yani le ghisha' khalawi ou le ghisha' cytoplasmique, فيه واحد لي ليبيد يعني الدهنيات، وهاد لي ليبيد كيفورميو لينا ان كوش ان مونوكوش يعني واحد الطبقه واحده على الماء السوريونت فيرتيكالمون يعني موجهه عموديا. لوغ شين كاربوني سون هيدروفوب سيتادير كيل ريست اور دو لو alors que leurs groupements polaires sont hydrophiles, c'est-à-dire qu'elles restent en contact avec la surface de l'eau. يعني عنده واحد الجروبمون بولير واحد جهة بولير هيدروفيل يعني محبة للماء، دونك كتبقى في تواصل مع الماء، وعنده une porte ou bien une chaîne carbonée hydrophobe, c'est-à-dire qu'il reste اور دولو يعني ما كتخلطش مع الماء. دونك عنده واحد لابارتي كتقدر تخلط مع الماء وعنده اون اوتر بارتي ما كتقدرش تخلط مع الماء. هادشي قالوا لينا اولا ليبوتيز اللي عطانا لونغويير اون 1917. من بعد اون 1925 غورتير اي غرانديل اون بروبوزي لو موديل دو لا بيكوش فوسفوليبيديك. يعني هاد غورتير وغرانديل داروا لينا واحد ان اوتر موديل كي اكسبليك لا ستراكشر ديال المومبران، واللي كيقولوا بان هذا المومبران فيه واحد لي بي كوش يعني جوج ديال الطبقات فوسفوليبيديك يعني كيتكونوا من الدهنيات وشاد فيهم الفوسفور. من بعد 10 سنين يعني اون 1935 دانييلي اي داوسون اون بروبوزي ان موديل اون دوبل كوش. يعني قال لنا راه كاين واحد دوبل كوش دو موليكيل ليبيديك يعني جوج ديال الطبقات ديال الجزيئات الدهنيه بريزون ساندويتش، يعني دايرين بحال الشكل ديال الساندويتش بحال كيف تنشوفوا الساندويتش فيه الخبز من الفوق والخبز من التحت والوسط كاين هذاك الشيء يعني دوطخ اليمون بطاطا ماطيشه لحم الى اخره. فعلى هاد الشكل هادو بروبوزا لينا دانييلي اي داوسون كيقولوا بان هاد لا مومبران سيتوبلازميك عنده حتى هو ان دوبل كوش عنده جوج ديال الطبقات ديال الدهنيات ووسطهم دون زين دوبل كوش دو بروتيين وسطهم كاينه ان دوبل يعني هاد لا دوبل كوش ليبيديك كاينه وسط واحد لا دوبل كوش ديال لي بروتيين بحال كنقولوا دو كوش ديال لي بروتيين ووسطهم دو كوش ديال لي ليبيد. دونك هذا لا ثوازيام بروبوزيسيون. من بعد لي زيكسبيريونس دو فريي اي ايديدين اون بيرمي ا سينجر اي نيكولاس اون 1900 نيكولسون اون 1972 دو بروبوزي ان موديل دورغانيزاسيون. يعني هاد جوج سانجير اي نيكولسون اون 1972 عطاونا واحد الموديل ديال لا مومبران بيولوجيك ديت يعني سموه لو موديل موزايك فلويد. لو موديل موزايك فلويد هو اخر موديل اللي كاين دابا. لي بروتيين شنو كيقولوا في هاد لو موديل؟ لي بروتيين سون ريبارتي اي انسيري دون لا دوبل كوش ليبيديك. يعني عندنا واحد لا دوبل كوش ليبيديك و لي بروتيين كنقدروا نلقاوهم على برا يعني من الجهتين اولا وسط هذوك لي بيكوش ليبيديك. دونك دون لا انسيري او بيان سون ريبارتي يعني موزعين اي انسيري دون لا دوبل كوش دو ليبيد. سيغتان بروتيين ترافيرس دوبل كوش يعني بعض لي بروتيين كيدوزو وسط هاد لا دوبل كوش. غادي نشوفو هاد الامثله كاملين. دوطخ سون انكلو او بيان انكلوز دون ليزون دون لين دي دو كوش. يعني البعض منهم كيكونوا فقط كيترافيرسي وحده من هادوك لي كوش. اذن ديكريغ لي كيستيون ديكريغ لا ستريكشر دو لا مومبران سيتوبلازميك اي كومباري لي ديفيرونت موديل كونسيرنون لا ستريكشر دو لا مومبران سيتوبلازميك. دونك صف لنا البنيه ديال الغشاء الخلوي وقارن
مختلف النماذج اللي طرحوا لنا العلماء، ثم من بعد ديتيرميني لو موديل كي كونكورد بيان افيك لو رول دو لا ممبران. شنو هو لو موديل اللي كيتماشى مع الدور ديال الممبران اللي اكتشفناه في الفيديوهات السابقه؟ اذا بالنسبه لا فيغور اشنو كتبين لينا؟ دونك كيف ما كتبين هنا، كيف ما كتشوفوا معايا هنا، هذا بالتكبير. دونك هنا كيبان عندي واحد لي دو تري، لي دو تري نوار او بيان غري فرونسي، وبيناتهم واحد لو تري واحد لو تري بلانشي الا بغينا نقولوا. دونك سوسي سي كوا؟ سي تان ممبران او فورت غروسيسمون، يعني دايرين له واحد التكبير واحد التكبير يعني جيد اللي بغينا التكبير كبير بزاف. الوغ هنا درنا واحد الرسم التخطيطي فشنو كان هذا الشيء عباره عن ماذا. اذا هاد لي دو تري سو سون لي فويت دونس، واحد جوج ديال الوريقات الا بغينا نقولوا. ها دونك هذا كله سي تان ممبران، مناش كيتكون واحد جوج ديال لي فويت، واحد جوج ديال الاوراق دونس يعني كثيفين. ها دونك دو نانومتر، ووسطهم كاينه واحد لا فويت كلير بيضاء اللي يعني الطول ديال السمك ديالها الا بغينا نقولوا 3.5 نانومتر، وهادو بثلاثه هاد لي 3 فيات اللي كيشكلوا لنا لا مومبران بلازميك. دونك سوسي سي تي كوب الترا فان ديال لا مومبران سيتوبلازميك. من بعد عندنا دونك هذا لا فيغور بي، من بعد عندنا لا فيغور سي. هاد لا فيغور سي شنو هو؟ هو الموديل اللي قال لنا غورتشي اي غرانديل اون 1925. دونك شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بانه كاين موديل ديال بيكوش فوسفوليبيد، يعني عندنا لي ليبيد وشادين فيهم لي فوسفور، وهنا كاينين واحد لي بيكوش. دونك هنا دايروا لنا فيش ديكوش ديال لي فوسفو ليبيد. الفوسفور هو هذا اللي بالبرتقالي، ولي ليبيد هما هادو اللي شادين هنايا بالاسود. دونك عندنا دوكوش او بيان بيكوش ليبيديك. وعاد من بعد جا يعني سانجر نيكولسون 1972 اللي غادي يعطيونا واحد لا بروبوزيسيون، او بيان يعطيونا جوج ديال لي بروبوزيسيون. الاولى في لا فيغور دي ديال دانييلي ادافسون، شنو قالوا لنا؟ قال لنا اودي راه كاينه لا بيش لا بيكوش لي بيكوش ليبيديك، راه يعني نفس الموديل ديال غورتي اي غرانديل، ولكن قالوا لنا راه فوق هذيك لي فوسفوليبيد اللي كنا شفنا هنا بالليموني، راه فوقهم كاينه واحد لا كوش ديال لي بروتين او بيان ديال لي بروتيين. من بعد غيجي سانجر نيكولسون في 1972 غيقول لنا راه كاين لي بيكوش ليبيديك، ولكن بالنسبه لهذيك لو بروتيين كاين دي بروتيين اللي كيترافيرس توت لا بيكوش ليبيديك، و اليون اتوتر كيترافيس سولمون ان بيكوش ليبيديك كنسميوهم لي بروتيين انكليز، واللي كيترافيسو لي دو بيكوش كنسميوهم لي بروتيين انترا مومبرانير. ومن بعد يعني جابوا لنا واحد واحد الرسم اللي كيفسر لنا يعني هاد الشيء كامل. دونك فيه واحد المجموعه من العناصر، دونك هادو لي فوسفوليبيد، وهنايا اللي بالازرق دونك هاد الخطوط هادو، دونك هاد الحبيبات اللي كنشوفو هادو سو سون لي فوسفو لي فوسفور، وهنايا اللي بالازرق هاد الخطوط اللي بالازرق هما لي ليبيد، وكنشوفو هنا بالازرق دونك سو سون دي بروتيين. هاد لي بروتيين اللي تيكونوا على برا اللي بالازرق، يا اما الا كان على برا كنسميوهم دي بروتيين بيريفيريك، ولكن الا كانوا كيترافيرسيو لا بيكوش كنسميوهم يعني دي بروتيين انتغرال، ولا دي بروتيين لا بغينا نقولوا سنترال. دونك غادي نشوفوا كاجوبه على الاسئله لا مومبران، يعني المعلومات اللي نقدروا نخرجوا على مومبران اي امبوسيبل ا اوبسيرفي او ميكروسكوب اوبتيك، يعني ما نقدروش نشوفوه بهذاك المجهر البصري يعني لا بغينا نقولوا، وكيخص واحد الكروسيسمون بلو فور كو 150000. ها دونك هذا سوسي ريفيل ان ستركتشر تري لامينير، يعني واحد لا ستركتشر تري 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 بوتي. دونك افيك دو فويت، عنده جوج ديال الوريقات لا بغينا نقولوا دونس، وهاد جوج ديال لي فويت دونس سون سيباري افيك par un espace clair. Avec l'espace clair, ou à la troisième fouillette. Donc, la structure de la membrane plasmique a été longtemps décrite par des modèles. Quand on a observé les modèles, en 1925, Gorter et Grandel.
En 1935, شفنا لو موديل ديال دانييل لي اي واتسون. Et en 1972, Singer et Nicholson ont proposé le modèle de la mosaïque fluide. Et là, les protéines, les qui sont le terme mosaïque exprime le mélange. Il y a une mélange car la membrane, dans la figure F, est constituée d'un mélange de composants. Je ne sais pas le mélange. Il y a les lipides. Les protéines et les glycides. Donc, le mosaïque ou un mélange. Hein? Mosaïque fluide. Donc, mosaïque ou un mélange. Mélange d'ILH, d'ILH, les lipides, d'ILH, les protéines, yani d'ILH, de l'ONIET, ou le protéinet, ou d'ILH, le sucariet. Ou le terme fluide exprime, quant à lui, le mouvement. Yani, les lipides ou les protéines et les glycides qui est harco. Donc, fluide, c'est-à-dire. La mouvement, car les constituants de la membrane, ils bougent. La membrane est donc une structure dynamique. Yani qui tcharrk, hadouk le protéinet qui tcharrk, ou m'tib, ou j'mets le blasa. Cette fois-ci, les protéines sont réparties, yani réparties, yani mouzain, et insérées dans la double couche de lipides. L'ultrastructure de la membrane plasmique montre qu'elle est constituée par une bicouche phospholipidique, ou une double couche, fum. لي ليبيد وشادين فيهم لو فوسفور وعندهم يعني القياس ديالهم 75 امسترونغ دونت لي سيرفاس اكسترن انترن سون ادروفيل ادروفيل اي دون لانتيريور دونك هذيك لي سيرفاس يعني هذيك الوجه البراني ديال لا مومبران علاش حيت لا مومبران عنده واحد الوجه خارجي والوجه داخلي الوجه خارجي كيقيس في الخلايا الاخرين او لا في الوسط الخارجي والوجه الداخلي هو لا سيتوبلازم هاد لي دو سيرفاس سون ايدروفيل ايدروفيل يعني ال ريست اون كونتاكت افيك لو علاش حيت فيهم الاخر تما هذوك الجهات البرانيين او الدخلانيين تيكون الفوسفور ولكن لانتيريور دو ناتير ليبيديك الوسط ديالو دهني طبيعه دهنيه دونك الي ايدروفوب يعني كاره للماء ما تيدخلش اون كونتاكت افيك لو لي بروتيين Donc, sont ensachés dans l'épaisseur de la membrane phospholipidique. Yani, les protéines qui dans l'épaisseur, yani, qui retarquent la membrane phospholipidique. Donc, la membrane cytoplasmique sépare l'intérieur de la cellule du milieu extérieur tout en maintenant. Maintenant des communications et des échanges avec ceci, yani, même bien l'intérieur ou le wasat l'intérieur. Elles permettent ou non يعني كيسمح اولا ما كيسمحش لو باش لو باساج يعني المرور ديال لي زيون يعني ديال الايونات ان ا بلس سي ال موان ان سي سويت الايونات دي زيون اي دي موليكيل يا اما يسمح بالمرور ديالهم يا اما ما يسمحش لي موليكيل يعني جزيئات بحال الجليكوز بحال الى اخره اي اون كونترول دو فلي انترون اي سورتون يعني كيشوف التدفق الداخلي والخارجي او التدفق الداخل والتدفق الخارجي يعني كي 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 كونترولي هاد لا مومبران هاد الموزايك فلويد اللي عند لا مومبران كتخليه يراقب الاشياء اللي كتدخل للخارجيه والاشياء اللي كتخرج منها غاس او بروتيين سي باساج ا ترافير لا مومبران سيتوبلازميك سو فون اون فونكسيون دي برودوي بار ديفيزيون ou par des transports actifs qui nécessitent l'énergie. Et imma, donc il y a des molécules les qui douzou, il y a imma qui douzou par diffusion, hein, par نقل المسهل بالبروتينات او ما شابه اولا بواسطه النقل النشيط اللي كيستهلك الطاقه اذا هذه البنيه الاخيره ديال الممبران دونك هادو اللي بالازرق سون دي بروتيين غير هو كاين جوج الانواع ديال البروتيين كاين هاد لي بروتيين اللي كيخترقوا لا ممبران كامله بحال هذا كيتسموا دي بروتيين انتغرال بروتينات مدمجه وكاين هادو اللي كيكونوا يا اما في الوجه الداخلي او لا في الوجه الخارجي كيتسموا دي بروتيين بيريفيريك او البروتينات محيطه يعني كاينه في البيريفيريك جيد مزيان اذا هنا قلنا هاد لابارتي هادي هذا اللي بالفيولي هاد الحبيبات هادو اللي بالفيولي هادي سي لابارتي ايدروفيل هاد لا في الوجه الداخلي ولا في الوجه الخارجي عندنا هاد الحبيبات هادو سي لابارتي ايدروفيل يعني محبه للماء كتقدر تدخل في تواصل مع الماء
تقدر تدخل اون كونتاكت. ولكن هاد لا بارتي اللي بصفر اللي هي عباره عن مواد دهنيه، هي عباره عن مواد دهنيه، هذه يعني ايدروفوب. ايدروفوب يعني ما كتحتاجش الماء، هاد العناصر كلها اللي الوسط ايدروفوب يعني ما كتقدرش تقيس الماء، ما كتدخلش في اتصال مع الماء. اذا الا خدينا غير هاد لا بارتي هادي وكبرناها شنو كنلقاو؟ دونك هاد لي زيليمون، هاد الحبيبات اللي عندنا هنا، هادو هو البول ايدروفيل اللي قلنا محب للماء. منين كيتكون؟ من لي فوسفوليبيد او بيان لي غلوكوليبيد، يعني السكريات الدهنيه اولا الدهنيات السكريه اولا الدهنيات يعني الفوسفور يعني اللي فيها الفوسفور. وهاد العناصر اللي بالاصفر هما سون دي موليكيول دو كوليسترول، يعني دهنيات معقده الا بغينا نقولوا. هاد لي بارتي اون فيولي، هاد يعني الخيوط اللي كتخرج لينا من هاد لي زاسيد غرا الا بغينا نقولوا، هادو سون دي بول ايدروفوب اللي كنسميوهم، هادو سون دي زاسيد غرا. هادو الكريات سون دي زيد سون دي غليكوليبيد او بيان دي فوسفوليبيد، ولكن كيخرجوا منهم هاد لي بول ايدروفوب كي سون دي زاسيد غرا، يعني احماض دهنيه. دونك هنا كنهضروا يعني هاد في الاسفل عندنا هنايا الكومبارتيمون انتراسيلولير يعني داخل الخليه، وهنايا الفوق في الاعلى عندنا خارج الخليه. الا لاحظتوا معايا في الوجه الخارجي ديال الخليه عندنا واحد العناصر، هادو سون دي غليكوليبيد دهنيات سكريه، وهاد العناصر هادو سون دي غليكو بروتيين، وهادي دونك هاد لا بارتي سيتين كوش ليبيديك، وهادي سيتين كوش ليبيديك. دونك عندنا بيكوش دو ليبيد، بيكوش ليبيديك. دونك كوم كونكليزيون بالنسبه لا مومبران، بالنسبه لا مومبران دون لا ديفيزيون سامبل يعني النقل العادي، لي بتيت موليكيل نون بولير يعني الغير موجهه ولا الغير يعني نون بولير نون شارجي، الا بغينا نشرحوها ما عندهمش هذيك لي شارج ايونيك بوزيتيف. اي لي بتيت موليكيل يعني الجزيئات صغيره، لي بتيت موليكيل نون بولير الغير مشحونه الا بغينا نقولوا، اي اولا اللي ما عندهاش شحن الغير مشحونه اولا الغير موجهه. اي لي بتيت موليكيل بولير ولكن نون شارجي، دونك لي بتيت موليكيل نون بولير اي لي بتيت موليكيل بولير ولكن نون شارجي يعني ما فيهاش شي شحن. ترافيرس ديريكتومون لا بيكوش ليبيديك، كدوز ببساطة من لا بيكوش ليبيديك اون سويفون لو غراديان دو كونسونتراسيون، سيتادير دو بلي كونسونتري فيغ لو موان كونسونتري، يعني من الوسط الاكثر تركيزا الى الوسط الاقل تركيزا. بالنسبة لا ديفيزيون دو فاسيليتي يعني النقل المسهل اللي قلنا كيستعملوه المواد المذابة، لو سوليتي باس باغ دي بروتيين. فاش كنهضروا على النقل المسهل كنهضروا على التواجد ديال واحد البروتينات ترانس مومبرانير يعني اللي كاينه في لا مومبران، بحال لي بروتيين انتغرال. دونك لو سوليتي باس دي بروتيين ترانس مومبرانير كيدوز، هذوك المواد المذابه كدوز من لي مومبران. لي بروتيين بورتوز سينيس او سوليتي يعني هذوك البروتيين كيرتبط، اول حاجه كيرتبط مع هذيك المواد المذابه دو فاسون سبيسيفيك يعني بواحد الاندماج بواحد التكامل ما بين البروتيين والمواد المذابه دو فاسون سبيسيفيك يعني بيناتهم واحد لافينيتي. دونك كيرتبط لابروتيين مع لو سوليتي اي سوبيس دي موديفيكاسيون دو كونفورماسيون، هذيك البروتيين كيبقى يغير الشكل ديالو بوندون لو ترونسبور دو سوليتي، كيبقى يغير الشكل ديالو. داكشي علاش سميناه موزايك في الويد، في الويد علاش؟ حيت غيدير واحد الحركات ها. دونك بوندون لو ترونسبور هذيك البروتيين فاش كيكون هاز لو سوليتي كيبقى يتحرك. لي بروتيين كانال سيليكتيف بيرميت ا سيغتان سوليتي دو باسي ديريكتومون باغ لي بور، يعني كنقدروا نلقاو واحد البروتيين على شكل قناه، ان فوا كيوصل ليها السوليتي كتحل هذيك القناه كيدخل لو سوليتي كيقطع من الجهه الاخرى. هذا بالنسبه للبروتيين انتغرال. ولكن بالنسبه للبروتيين يعني بيريفيريك، فهذاك البيريفيريك كيتشد مع لو سوليتي وكيدخل كيخترق المومبران حتى كيخرج لا سوليتي من الجهه الاخرى. كوم دون لا ديفيزيون سامبل، لا ديفيزيون فاسيليتي سو في دون لو سونس دو غراديان دو كونسونتراسيون، يعني بجوجهم كيديو لينا من لو ميليو بلي كونسونتري فيغ لو ميليو لو موان كونسونتري. ولكن شنو دابا الا بغينا نمشيو العكس، الا بغينا نمشيو العكس
الوغ هادو لا ديفيزيون سامبل اي لا ديفيزيون فاسيليتي كنسميوهم دو ميكانيزم دو ديفيزيون هادو كي سون دو ترونسبور باسيف. باسيف يعني ما كيحتاجش طاقه كي نو دوموند با دي انرجي. باسيف ما كيحتاجش طاقه علاش؟ حيت كيمشي من الوسط الاكثر تركيزا للوسط الاقل تركيزا يعني مع لو غراديان دو كونسونطراسيون. دابا الا بغينا ندوزو شي حاجه كونتر لو غراديان دو كونسونطراسيون يعني من الوسط الاقل تركيزا الى الوسط الاكثر تركيزا فهنا تيخصنا شنو؟ تيخصنا الانرجي وبالتالي غنهضروا على لو ترونسبور اكتيف كي سو في par des protéines de transport appelées les pompes, elles déplacent le solide contre leur gradient de concentration et demandent donc de l'énergie. Et d'ailleurs, on va en parler en بشكل مفصل دابا بخلاصه. هادشي كامل اللي قلنا في هاد لا فيديو تقريبا هاد 25 دقيقه غنلخصوها في هاد يعني الرسم. دونك هذا هو لا مومبران ديالنا. عندنا لو ميليو اكسترا سيلولير وعندنا لو ميليو انتراسيلولير يعني لو سيتوزول يعني السيتوبلازم ناقص لي زورغانيت اللي كاينين فيه. ما عليناش دونك نقولوا حنا غير الميليو انتراسيلولير داخل الخليه. وعندنا هنا المومبران بلازميك اللي فيه بكوش ها لا بروميير كوش ليبيديك وها لا دوزيام كوش ليبيديك. جيد حد لهنا مزيان. اذا عندنا ميليو اكستراسيلولير ميليو انتراسيلولير بكوش ليبيديك. الى مشينا لهاد لا بكوش ليبيديك فيها دو فويات دونس واحد لافويات اكسترن واحد الوريقه خارجيه ها وواحد الوريقه داخليه. دو فويات اكسترن ان ديس كي سون دوس ووسطهم كاينه واحد لافويات كلير. كاينه قلنا واحد لافويات كلير. هاد العناصر اللي عندنا هنا بالكري هاد الكريات اللي عندنا بالكري هنايا سميناهم ها دونك هاد العناصر اللي بالكري هاد الكرات اللي بالكري سميناهم لي فوسفوليبي ها لي فوسفو كوا لي فوسفو ليبيد. جيد اذا هنايا عندني لي فوسفو ليبيد. عندي هنايا هاد العناصر هاد الخيوط اللي بالاسود هاد الخيوط اللي بالاسود هما اللي سميناهم لي زاسيد غرا او بيان الكوليسترول لي زاسيد غرا. كذلك هضرنا على لا بريزونس ديال لي بروتيين بيريفيريك او بيان سميناهم دي بروتيين اكسترنسيك يعني لي بروتيين اكسترن اللي كاينين يا اما في الوجه الداخلي او لا في الوجه الخارجي. وعندنا دي بروتيين ترانس مومبرانير ها عندنا دي بروتيين ترانس مومبرانير اللي تيخترقوا ليا المومبران دونك سميناهم دي بروتيين بيريفيريك. دونك هنا هذا قلنا عندنا ثلاثه الانواع ديال النقل يعني الا بغينا نقولوا ثلاثه كخلاصه ثلاثه الانواع ديال النقل شنو هما؟ هما لا ديفيزيون سامبل. لا ديفيزيون سامبل شنو هي؟ هي ان المواد او الماء كيمشي المواد مثلا لي سوليد كيمشي من الوسط الاكثر تركيزا للوسط الاقل تركيزا. هذه كتسمى ديفيزيون سامبل من الوسط الاكثر تركيزا للوسط الاقل تركيزا يعني مع الغراديان دو كونسونطراسيون. زائد هذا البرومي تيب. الدوزيام تيب شنو هو؟ هو لو ترونسبور دو فاسيليتي. لو ترونسبور دو فاسيليتي يعني شنو؟ يعني عندنا دي بروتيين ها عندنا دي بروتيين كي فاسيليت لو ترونسبور دان ميليو ان نوتر. اذا يا اما كتكون عندنا واحد القناه اللي كيدوزوا منها المواد من الوسط الاكثر تركيزا للوسط الاقل تركيزا يا اما تيكونوا عندنا واحد لي بروتيين وهاد البروتيين فاش كيتشد مع هاد المواد دونك كيغير الشكل ديالو ها كيبقى يغير الشكل ديالو حتى تيخرج او لا حتى تينقل هاد المواد من الوسط الاكثر تركيزا الى الوسط الاقل تركيزا. اذا فاش كنهضروا على لي بروتيين يعني كنهضروا على الترونسبور دو فاسيليتي. فاش كنهضروا على الديفيزيون سامبل يعني كيدوزوا من لا مومبران بلا 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 يعني بروتيين. هذا دونك جوج الانواع يا اما لا ديفيزيون سامبل ولا دي او بلا لا ديفيزيون دو فاسيليتي. بجوجهم هاد لي ديفيزيون كيدوزوا مع لو غراديان دو كونسونطراسيون يعني دو ميليو بلي كونسونطري فيغ لو ميليو لو موان كونسونطري عكس الماء اللي كيمشي من لو ميليو لو موان كونسونطري فيغ لو ميليو بلي كونسونطري. اذا شنو بقى لينا هنا؟ هادو سو سون دي ترونسبور سميناهم باسيف يا اما ديفيزيون سامبل او بيان ديفيزيون دو فاسيليتي. وكاين لو ترونسبور اكتيف. شنو هو لو ترونسبور اكتيف؟ يعني كونتر لو غراديان دو كونسونطراسيون. مثلا هنا عندي
5 غرام مثلا، وهنا عندي 2 غرام و تيخص ديما يبقى 5 غرام 2 غرام. وباش نبقى نرجع مثلا باش يعني نخلي هاد 5 غرام ديما كاينه هنايا وهاد 2 غرام ديما كاينه هنايا، فكنستعمل هاد لي بومب مثلا لي بومب ديال ان ا بليس كا بليس، كتعطيني اولا كتنقل ليا كونتر لو غراديان دو كونسونطراسيون. مثلا في لي ميليو اكسترا سيلولير واخا ان ا بليس بزاف، فهاد لي بومب كتدي ان ا بليس من الوسط الاقل تركيزا الى الوسط الاكثر تركيزا، يعني كونتر لو غراديان دو كونسونطراسيون. واخا في لو ميليو انترا سيلولير كا بليس كاين بزاف، فهاد لا بومب كتدخل لينا الكا بليس من لو ميليو اكسترا سيلولير لو ميليو انترا سيلولير، سيتادير اونكور اون فوا كونتر لو غراديان دو كونسونطراسيون، يعني عكس المنحى ديال التركيز. وبالتالي هنايا هذا العناصر او هاد لي بومب اللي كينقلوا ليا عكس الاتجاه ديال التركيز، فكيحتاجوا يعني كيمشيو ضد التيار. يعني باش تمشي ضد التيار خاصك واحد الطاقه كبيره، وبالتالي هذا كيتسمى ترونسبور اكتيف. علاش؟ لانه تحتاج الطاقه. دابا غادي ندوزو لان دو. اندو شناهي هي؟ هضرنا دابا على المومبران، دابا غنشوفو لا ستريكشير الى التراشيكتور ستريكشير ديال الباروس كوليتيك. يعني من غير لا مومبران عندنا لا باروس كوليتيك عند لا سيلول فيجيتال. لا باروس كوليتيك اي لين دي كاركتيرستيك دو لا سيلول فيجيتال، يعني وحده من المميزات ديال الخليه النباتيه هو هذا الجدار الهيكلي الباروس كوليتيك. لوي كونفير سا ريجيديتي، يعني كيعطي هذيك الصلابه. ايل دون اوسي باغ سون اركيتكتور، يعني بهذيك البنيه ديالو كيعطي لو بور دي فيجيتال. لو بور دي فيجيتال ايلي كاليفي دو باغواس كوليتيك. علاش؟ حيت كيكون قاصح صلب وكيعطي الخليه هذيك الصلابه اللي كتكون عندها. كيلي لا ستريكتشر ايلا ترا ستريكتشر ديال باغواس كوليتيك، كيل سون كيل رول بوغ لا باغواس كوليتيك، شنو هو الدور ديالو؟ ببساطه الا خدينا واحد الخليه نباتيه فيها لا فاكيول نويو سيتوبلازم هو هذا اللي بالخضر، هذا لا مومبران، وهنا عندها هذا كيتسمى باغواس كوليتيك. الا شدينا هذا الباغواس كوليتيك وكبرناه شنو كنلقاو؟ دونك كنلقاو عنده واحد مجموعه من العناصر اللي هما بينات هادو العناصر اللي قهويين اللي كنسميوهم ميديلا بريميوال. دونك عندنا السكوندوال وعندنا ميديلا لاميلا. دونك شنو هي هاد يعني اللي كنسميو بريمير لار اولا هاد الجدار الهيكلي؟ كيتكون من السيليلوس هما هاد العناصر بالاخضر، وكيتكون من البيكتين هما هاد العناصر اللي بالازرق، وكيتكون من لي مي سيليلوز اللي هما هاد العناصر اللي بالاحمر. دونك لا باغواس كوليتيك ا ان ستركتشر سيميتريك. سيميتريك يعني متشابهه الا بغينا نقولوا، اولا او نيفو او بيان او ميليو اون تروف، يعني في الوسط اون تروف لاميل موين، يعني لا لاميل موين او لا الصفيحه المتوسطه. لاميل او بيان ميدل لاميل هذه هي اللي بالازرق، الصفيحه المتوسطه. اون توري باغ دو باغوا بريمير اي باغوا سكوندير، يعني عنده واحد الباغوا بريمير اللي هو هذا اللي بالبرتقالي، وعنده واحد الباغوا سكوندير اللي هو هذا بالكري، في جوج ديال الاجزاء. اللي بالكري كنسميوه سكوندير باروا، واللي بالبني الا بغينا نقولو او الزيتي هنايا فكنسميوه الباغوا بريمير، يعني دو باغوا بريمير اي سكوندير. كيميكمون الي كونستيتي دو دو سيبستانس دو ناتير غليسيديك، يعني كيميائيا كيتكون من جوج المواد اللي الطبيعه ديالها السكريه هما السيليلوز ولي مي سيليلوز، يعني دو ناتير غليسيديك. شنو هما؟ هما لي لا سيليلوز اي لا بيكتين، داكشي اللي كنسميوه بيكتو سيليلوزيك، يعني لا باغوا بيكتو سيليلوز كومبورت دو بور ابولي بلاسموديز. بلاسموديزم يعني هاد الباغوا بيكتو سيليلوزيك كيكونوا فيه واحد الثقوب، هادوك الثقوب كنسميوهم لي بلاسموديزم. دونك هاد لي بلاسموديزم شنو الدور ديالهم؟ اسيغ لا كونتينيتي انتر لو سيتوبلازم اي لي سيليل فوازين، يعني كيسمح بالتواصل ديال الخليه مع بقيه الخلايا. اذا نشوفوا لو رول ديال لو رول اي لامبورطونس ديال الباغوا بيكتو سيلولوزيك او بيان باغوا سكوليتيك. دونك الا خدينا واحد لو دي سيلول لي دو سيلول
جواند واحد لو جوج ديال لي سيلين شادين في بعضياتهم دونك اخذنا هاد المنطقه اللي كتربطهم في كيبان لينا هنا كاين واحد لوترو وكبرناها فكيبان لنا هاد لوترو هذا اللي كاين ما بين سيلين وسيلين كيسمى بلاسموديزم بلاسموديزمات ها كيهما منهم من كيدوزوا المواد الا بغينا نقولوا اولا يعني الماء الى اخره فهذا كيتسمى البلاسموديزم هنايا هاد اللون هذا هذا هو يعني لا مومبران او بيان سيتوبلازم هذا اللي هذا اللون المفتوح سيتوبلازم هاد العناصر اللي بالاسود اولا هاد الخيوط اللي بالاسود هي لا مومبران بلازميك وهنايا يعني هاد اللون اللي بالزيتي هو اللي كشفناه عاد دابا في الوثيقه السابقه عندنا هنا تخواكوش اللي هما لا لاميل لاميل مويان لاميل بريمير اي لاميل سكوندير ومن الجهه الاخرى كذلك دونك لاميل مويان يعني المتوسطه بريمير كاينه من جهه بجوج والسكوندير حتى هي كاينه من جهه بجوج دونك لي سيلول فيجيتال بوف كومونيكي ديريكتومون بار دي نومبروز جونكسيون انترسيلولير هادو كيتسموا دي جونكسيون انترسيلولير او بلاسموديزم جونكسيون هي بحال واحد الرابط سيلولير رابط خلوي او انترسيلولير يعني رابط بين الخليتين اللي كنسميوه بلاسموديزم كي سيتوند اترافير لا باروا سيلولير يعني كيدوز لينا اولا كيترافيرسي لينا لا باروا بيكتوسيلولوزيك سو سون لي كانو اوفير كي رولي لو سيتوزول دين سيلول ا سولوي دين سيلول ادجاسون يعني هو واحد القناه كتربط لهنا السيتوزول او السيتوبلازم ديال واحد الخليه مع السيتوبلازم ديال واحد الخليه اخرى نذكر هنا بان السيتوزول شنو هو هو السيتوبلازم ولكن حيدنا منه لي زورغانيت لو نوايو كلوروبلاست لا فاكيول انسي دو سويت دونك هذاك السائل اللي كيبقى لنا كيتسمى لو سيتوزول Alors, la paroi donc, par sa structure, assemble les cellules en tissu et permet aux cellules de résister à la pression de la turgescence. Yani, cette la paroi ou cette jidar haykali, بهذيك la structure اللي عنده كيجمع لينا لي سيلين اون تيسي يعني كيشد مجموعه ديال لي سيلين وكيحولهم كيرجعهم اولا كيخليهم يوليو على شكل نسيج وكيمكن الخلايا باش تقاوم لا بريسيون يعني باش باش كيدخل ليها الماء بزاف ما ما تفرقعش لينا الخليه يعني كيبقى حاميها حامي يعني هاد البروا كيحمي الخليه كونتر لا بريسيون ديال لا تيرجيسونس يعني كيحميها من الضغط ديال الامتلاء دو نومبرو جونكسيون انترسيلولير او بلاسموديزم يعني بزاف ديال لي جونكسيون اللي كاينين يعني الاتصالات او مناطق اتصال بين الخليه والخليه أو البلاسموديزم سيتوند أترافيغ لا باروا إي غولي لو سيتوزول دون سيلول فيجيتال أفيك سيلول دو لوطخ يعني هنا مثلا هذا سي تان إكزومبل دان تيسي فيجيتال شنو كنلقاو فيه عندنا مثلا هادو لي بوال أبسوربون عندنا الريزوديرم أو لوندوديرم أو هاد البارتي كتسمى هاد البارتي اللي بيناتهم يعني كتسمى لي كورس أو عند هنا عندنا لاستيل شناهي لاستيل هي الكزلام إي الفلوان دونك فاش كيدخلو لو إي لي سيل مينيرو فكيدوزو ما بين ما بين الخلايا دونك كيدوزو ما بين الخلايا او ما بين الاغشيه ديال الخلايا حتى تيوصلوا للكزيلام والفلوام دونك كاين بزاف الطرق باش كيدوزو يعني الماء والاملاح المعدنيه اللي غادي نشوفوهم من بعد دونك عندنا كيف ما سبق وشرنا يا اما فوا ابوبلاست يعني اونتر لي سيلول مور يا اما فوا سيمبلاست يعني ما بين لي سيلي او بيان اترافير لي مومبران اذا كخلاصه لهذا الشيء كامل لي بوال ابسوربون هما واحد لا ستريكتير ريسبونسابل دو لابسوربسيون دو لو اي دي سيل مينيرو من بعد هاد لا ستريكتير هادي اللي هنا هاد البوال ابسوربون اسيغ يعني كيسمح بالباساج ديال لو اي دي سيل مينيرو اترافير لا باروا بوي اترافير لا مومبران يعني كيدوزو من الباروا سكوليتيك ومن بعد كيدوزو من لا مومبران دونك فاش كيدوزو من الباروا سكوليتيك اللي عنده واحد الطبيعه ديالو هي فيه لاميل لا مويان لاميل لا سيكوندير لاميل لا بريمير وطبيعه الماده يعني الطبيعه الكيميائيه ديالها ديال هاد الباغوا سكوليتيك قلنا كيتكون من السيلولوز والبيكتين وهاد لي باغوا فيهم واحد لي بلاسموديزم اللي فيهم السيبيرين هاد لي بلاسموديزم كي كونترولي سيغتان ايشونج سيلولير يعني
كيتحكموا في بعض التبادلات الخلويه. بالنسبه للمومبران بلازميك قلنا فيه واحد بيكوش ليبيديك افيك دي بروتيين اون شاسي ولا بيريفيريك، يعني لي بروتيين انتغرال وبلا اكسترانسيك او انترانسيك اللي هما لي بيريفيريك. لو باساج دولو كيتم باغ اوسموس، يعني من الوسط الاقل تركيزا الى الوسط الاكثر تركيزا دون لو سونس inverse de gradient de concentration, يعني de moins concentré vers le plus concentré. بالنسبه لو باساج ديال لي سيل مينيرو يا اما ديفيزيون سامبل مع لو غراديان دو كونسونطراسيون يا اما ديفيزيون دو فاسيليتي اللي كتكون ببروتيين كانال او بيان دي بروتيين بورتوس حتى هي مع لو غراديان دو كونسونطراسيون اولا لو ترانسبور اكتيف يعني لي بروتيين بومب ديال ام ا بلس كا بلس باغ اكزومبل اللي كتمشي كونتر لو غراديان دو كونسونطراسيون بحال الماء ولكن كتستعمل الطاقه. دونك ترانسبور كونتر لو غراديان دو كونسونطراسيون هاد الخاصيه كتشابه فيها مع الماء. دونك هادي نيسيسيت ان ابور دينيرجي كيخصها الطاقه. بالنسبه لا ديفيزيون سامبل اي لا ديفيزيون فاسيليتي ف لا بريسيون اوسموتيك ديال لا سوليتي يعني الضغط التنافسي اللي كيديروا المواد المذابه كتادي لواحد لو ترونسبور دون لو سونس دو غراديان دو كونسونطراسيون سيتادير دو غرادي يعني مع دو بلو كونسونطري فيغ لو موان كونسونطري. الوغ باش نلخصو ديفيزيون سامبل اي ديفيزيون دو فاسيليتي دو بلو كونسونطري فيغ لو موان كونسونطري ولكن لوسموس او ترونسبور اكتيف دو موان كونسونطري vers le plus concentré, yani contre le gradient de concentration. بالنسبة للأوسموز, la division simple ou bien la division de facilité, هادو بتلاتة ما تيحتاجوش طاقة. ولكن le transport ديال le solide اللي كيكون contre le gradient de concentration كيحتاج لينا الطاقة داكشي اللي سمينا transport actif. إذن كخلاصة لهادشي كامل ان يتخفيفون اي بيان بريسيزامون لي فيجيتون باش يكبروا يعني النباتات باش يكبروا الى اخره. شنو كيخصهم؟ كيخصهم الماء والاملاح المعدنيه، كيخصهم الشمس، كيخصهم الى اخره. اذا حنا في هاد لابارتي جاوبنا غير يعني ناقشنا غير هنايا كيفاش الجذور اللي فيهم لي بوال ابسوربون كيمتصوا لنا الماء والاملاح المعدنيه وكيكونوا لنا واحد لا سيف بريتش. هاد لا سيف بريتش هي الماء والاملاح المعدنيه وهما اللي كيطلعوا هما اللي كيطلعوا يعني هما اللي درنا لهم هنا السهم بالازرق وعاد هادو اللي كيهبطوا بالاحمر هذه كتسمى لا سيف ايلابوري فيها لا ماتير اورغانيك اللي يعني كتصايب الفوق وكتهبط لتحت باش غتصايب لنا مثلا البطاطا او لا يعني هذيك العناصر خضروات او لا بعض الفواكه. اذا هنا عندنا لي بوال ابسوربون كيدخل لهم الماء والاملاح المعدنيه. دائما كنهضروا في لو سيستيم غاسينير كيصايب. دونك هنا في لو سيستيم غاسينير كاين لي بوال ابسوربون كي ابسورب لو لاش دوزو اي لي سيل مينيرو. دونك هاد لي سيرفاس او بيان هاد لي بوال ابسوربون كيعطيونا واحد السيرفاس دي شونج. دونك هادي كتسمى لا بارتي سو تيران يعني لا زون دي شونج افيك لو سول يعني منطقه التبادل ما بين النبته والتربه. وعاد غتبقى عندنا لا بارتي ايريان يعني اللي فيها لا تيج ولي في اللي غادي نشوفوها في البروشان كور ان شاء الله. فغادي نهضروا على لي زيشونج غازو اي غادي نهضروا على لا برودكسيون يعني كيفاش كيتصايبوا لنا لي بروتيين، كيفاش كيتصايب لنا النبته لي غلوسيد، كيفاش كتصايب لنا لي بيد. وغادي نهضروا على كيفاش كدير النبته تصايب الماده العضويه يعني كيفاش غتصايب لنا واحد التفاحه ولا واحد مطيشه او ما شابه الى ذلك. فهذا الفيديو كنكونوا سالينا به لو بروميير شابتر. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.